بين سمك عصام استاذ عصام بقالك كم سنه بتنزل السوق؟ حوالي 25 سنه. 25 سنه؟ ايه الانواع اللي انت بتحب تنزل بيها السوق متداوله في السوق؟ لا هو في الماينا دي مش معروفه قوي بس هو نجح في الكلام يعني بيتكلم كويس تقريبا احسن من الزنجبال وسعره ارخص من الزنجبال اللي هو ده اللي هو الماينا دي اسمها ماينا ماينا متكلمه والمنتشر بقى اللي هو البلكاديلو والاسترالي البلكاديلو بانواعه يعني ده اسمه لاتيني في منه بقى حاجات تانية اسمها روز وفيشر وزبرا كل دوت حاجه اسمها البلكاديلو وده استرالي. طب بالنسبه احنا دلوقتي دخلنا في موسم الجواز وكده الاسعار دلوقتي متداوله ازاي؟ هو اسعار الاسترالي عاليه عشان بيتسطح يعني بيوصل للقصر الكبير دلوقتي 140 و120 والزغاليل بتوصل ل 80 عشان مطلوبه لكن بيجي عليها وقت بتريح بالرغم ان الكلفه بقت غاليه دلوقتي يعني الكلفه غليت بس بالرغم من كده هون العصفور واخد وضعه لان الغاوي بقى مدمن لازم يجي السوق ولازم يشتري ولازم حتى مع الغلو الاسعار بالرغم من غلو الاسعار ما تفرقش يعني بالرغم من غلو الاسعار الغاوي لازم يجي يشتري. شكرا جدا. تعرف باسمك؟ يوسف محمد. بقالك كم سنه استاذ يوسف بتنزل السوق؟ حوالي 8 سنين. 8 سنين؟ 8 سنين ايه الانواع المتداوله معاك في بتنزل بيها السوق؟ معظم الحمام اللي هو الوزار زي الحمر زي السود وزار في برضو انواع البول بول خضر قشر بنادق في برضو انواع زي المساويل دي من الحاجات المتداوله اكتر يعني وفي انواع حمام الاكشاك بقى ده فصيله من حمام المستورد في حاجه معانا زي البولش كده برضو انواع اللي هي حاجات مستورده حاجه زي دي برضو في هنا زي الحمام ده اللي هو الحمر وزار في دي حاجه زي اسمها قاطع طعطع ده من حمام الاصل مصري ده الاصل بتاعه المصري والاسعار متداوله من يعني القطاطي ده بيوصل بيبدا اسعاره من ال 250 ما لحد ال 10000 10000 بس المستويات بتبقى عاليه قوي يعني بالقطاطي ما الحمر وزار تدا سعر القص 600 700 كده واللي معاك كده ده هنا برضو القص بيعمله حوالي 1000 1200 من انواع اللي هي الكشاك. طب وبالنسبه دلوقتي احنا دخلنا في موسم الجواز الاسعار دلوقتي بتعلى اكيد ولا بتقل؟ لا بتعلى عشان كل اكتريتي يعني في واحد بيبقى محتاج ذكر محتاج نكايه حاجات نواقص عنده فبيبقى نازل يشتريها حتى لو هي غاليه شويه مقابل ان هو هيقدر ينتج منها في الفتره دي فتره الشغل نفسها في الشتاء بيبقى شغل الطيور اكتر. والاسعار دلوقتي بتاعت الاكل بتزيد ولا زي لا هي اسعار الاكل طبعا من ساعه غلو الاسعار هي عاليه ما هي عاليه اصلا من ساعه ما الحاجه غليت طبعا مع غلو الاسعار فاسعار الاكل غليت. انت بتعرف سن الحمام ازاي؟ من عن طريق الريش في جناحه هنا في حاجه زي الحمرا وزار دي بتبين لك دي بتبين عمر الفرد الريشه ديت اللي هي مبسطره دي بابيض ديت بتبين لك ان الفرد ده كده خلاص يعني فاضل الريشتين دول دي هتبقى مكان دي بعد كده اول ما دي تبقى في الاخر يبقى الفرد ده خلاص جاهز ان هو يتجوز هيبقى فرد كبير الريشه دي لما بتبقى معانا في الاول خالص بيبقى الفرد ده لسه زغلول ده اللي من عن طريق ده بيحدد عمر الفرد الحمام وطبعا بيبقى عن طريق الابره بتاعت وشه شكل الفرد نفسه. شكرا. عرب اسم حضرتك؟ سيد المندار. سيد بقالك كام سنه بتنزل السوق؟ مش اقل من 10 15 سنه. بتنزل للبيع بس ولا للشراء ولا للبيع والشراء؟ والله احنا بننزل نشتغل يعني هي فيها بيع او فيها شراء ما فيش مشكله. على حسب السوق بنبيع او بنشتري. ايه العصافير المتداوله معاك؟ المتداولة أنا معروف بالزبرة. اللي هي دي. دي أسعارها متفاوتة من كام؟ بتبدأ من 100. لحد 5000 جنيه.
والعصافير اللي فوق دي. الفلل بتبدا الحته من 1000 جنيه لحد 5 ده العاده. اه في حاجات تانيه اللي هي الانجليزه والكلام ده بتبقى اغلى. من 1000 من 1000 ل 5 في العاده. في الخمسه الانواع العاده. في حاجات اسمها انجليزه فلل دي بتعلى ثمنها الحته من اول 10 لحد 100 جول. 100000 100000 وبالنسبه في عصافير تانية انا شايفها في حاجه اسمها باركاديلا. دي متداوله باسعار متداوله من اول الحته 100 جنيه لحد كوز 1000 جنيه. بالنسبه للغلو دلوقتي عشان احنا في موسم الجواز الاسعار زادت ولا زمان؟ دلوقتي يعتبر العصفور في الموسم. ففي الموسم ديت يعني كله بيحاول ياخد عصفور عشان يجمع لنايسلون تاير لنايسلون دوتر بيجمع. وفي التاجر اللي هو بياخد بيصدر موجود. طب احنا دلوقتي بالنسبه للاكل اسعاره زادت عشان كده العصافير اسعارها زادت طبعا ولا عشان الاكل زاد الضعف؟ فعشان كده العصفور شد شويه. شكرا.